من منطقة المحاجر عند العين السخنة وتحديدا من المصنع الجديد التابع للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. سيادة اللواء عبد السلام شفيق رئيس مجلس الإدارة. أهلا بحضرتك فندم، نورت الدنيا وشرفتونا، وألف مبروك لكل مصريين على الإنجاز العظيم والعملاق اللي اتحقق النهاردة. حقيقي إنجاز عظيم وعملاق وبإيدين المصريين. ويمكن وإحنا بنتكلم قلت لي مبدئيا الـ 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 الوحيد من الجيش اللي موجود هو أنا والباقي كله مدنيين. فعلا جميع العاملين والكيميائيين والمهندسين اللي موجودين في المجمع هم عمالة مصرية مدربة على أحدث مستوى، ما فيش عسكريين، كلهم عمالة مدنية تامة. طيب، باعتبار ان الناس دايما تقعد تتناقش وتتكلم على الاستثمار في مصر وما الى ذلك، هل ده معناه فندم انه هذه الشركة تحول دون استثمار القطاع الخاص او الاستثمار الاجنبي؟ اطلاقا يا فندم، احنا بنساعد القطاع الخاص وبنشجع الاستثمار مع القطاع الخاص، وفعلا احنا مشتركين مع شركات كثيرة جدا في القطاع الخاص، وعاملين عقود تصدير مع شركات القطاع الخاص للمنتج في للتصدير لعديد من الدول الاوروبية والعربية. فإحنا بنساعد القطاع الخاص في أعمال استثمار وتنمية بما يعود بالفايدة على دولتنا مصرنا الحبيبة، وبما يعود بزيادة الدخل القومي المصري، وبما يوفر العملات الصعبة في الوقت الحالي خاصة، وبما يقلل الفجوة الاستيرادية من الخامات اللي احنا بننتجها. إذن بما ان احنا في مصنع الكوارتز النهاردة وده أول مصنع من نوعه مش بس في مصر ولا المنطقة العربية ولكن في العالم، وخلق قيمة مضافة حقيقية لكنز من كنوزنا. تمام، هو حضرتك زي ما حضرتك عارف إن خام الكوارتز زي من الخامات الاستراتيجية الهامة نظر دخوله في العديد من الصناعات المهمة. الخام الكوارتز بيخش في صناعة الألواح الضوئية والخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية وكثير من الإلكترونيات، بالإضافة لدخوله في ألواح الكوارتز. سابقا كان بيتم تصدير خام الكوارتز بأسعار زهيدة جدا كخام رو ماتيريال، صورة خام خالص يعني. أضفنا لي أو عظمنا الاستفادة منه بإضافة قيمة مضافة لي وتحويله إلى ألواح الكوارتز، بيتم تصديره بعشرات الأضعاف اللي كان بيتم تصديره وهو خام ماتيريال. حضرتك قلت حاجة فعلا فخر لينا كمصريين ان احنا نعلن ونقول ان المصنع او المجمع اللي حضرتك مشرفنا فيه ده هو المجمع الاول من نوعه على مستوى الدول العربية والافريقية، والاول في تكامل العملية الانتاجية على مستوى العالم. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني احنا الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي تمتلك كل مقومات الصناعة اعتبارا من توفر الخام بالمنجم مرورا بالمراحل التصنيعيه المختلفه حتى الوصول الى المنتج النهائي. المراحل دي بتمر في المراحل الانتاجيه بتمر في 5 مصانع. الحمد لله احنا الوقت الحالي احنا بنمتلك المنجم ونمتلك ال5 مصانع، فبالتالي اصبحنا الدوله الاولى في العالم اللي تمتلك مقومات صناعه الواح الكوارتز. اصبح عندي الماده الخام والمنتج المتكامل داخل نفس ذات المصنع، فوفي احتياجات محلي وصدر وقلل فجوة استيرادية. الهدف الأساسي من إنتاج هذا المجمع هو طبعا تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وتعظيم الاستفادة منها لتلبية الإنتاج المحلي ثم تصدير الفائض إلى الخارج. حضرتك عارف طبعا أن بنحاول بما نستطيع أن احنا نقلل الفجوة الاستيرادية وبنزود الفائض من العملات الأجنبية، وده كان هدف لينا والهدف الرئيسي ان احنا نلبي الاول احتياجات السوق المحلي ثم بإذن الله نصدر الفائض منه. واحنا فعلا عندنا عقود تصدير لكثير من الدول العربية والأوروبية، والإنتاج يعني الحمد لله محجوز لشهور عديدة قادمة بإذن الله. بيتحجز لسنين. وبنشكر حضرتك جدا وشكرا لكل واحد ساهم في إن المصنع ده يبقى موجود وفي سنة ونص. شكرا جزيلا لحضرتك وألف ألف مبروك للشعب المصري، وإن شاء الله مزيدا من التقدم والتطور، وإن شاء الله مصرنا الحبيبة تبقى قد الدنيا وتبقى إن شاء الله في دول من ضمن الدول الرائدة
على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم باذن الله. شرفتنا يا فندم، الف شكر يا فندم. شكرا يا فندم.